اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في الفقره الثالثه في ملعب الاهلي النهارده، كابتن ايمن دجيش هيحلل لنا طبعا طاقم التحكيم لهذه المباراه. كابتن ايمن، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا كابتن؟ حضرتك ايه؟ تمام. طبعا بدايه كده الحكم، نتكلم عن الحكم، ما عندناش وقت كتير انا عارف. لا اتفضل، انت رايح تريح كابتن. الحكم الحلو بن برهان، الحكم المباراه دي عموما يا كابتن اسلام مباراه مساعدين، نعم، مش مباراه حكم. يعني دي مباراه سهله، احنا لعبنا كل شوط في نص ملعب، يعني مباراه بالنسبه للحكم سهله. المباراه دي بالنسبه للمساعدين بتبقى مباريات صعبه، لان بيشاور على نفسه. المساعدين، انا المساعدين لان اعرف المباريات السهله دي بتبقى سهله على الحكم، ولكن على المساعدين بتبقى صعبه، لان انت بيجي لك العاب كتير وهنشوفه احنا بنتكلم. الحكم الحلو بن برهان المباراه سهله وبيلعب في نص ملعب، لكن هو يعني ما قدرش يعمل اعلان عن نفسه. دي بتبقى فرصه كويسه ان انت بتلعب في نص ملعب. هو بيجري، ما بيجريش ملعب كله، هو بيجري في نص ملعب. كم تحركاته كابتن اسلام من بدايه المصر؟ يعني بنيت لي في الثانيه 51 راح ناحيه قدام المساعد الاول في الناحيه الثانيه، والكره اتعملت دخل في حيز اللعب، والكره اتعملت وعداها من تحت رجله. تمركزاته ما كانتش يعني كذا، وعنده في الدقيقه 22 والدقيقه 23 تقريبا تمركزات مش كويسه. تحركه الجري، هو بخيل في الجري شويه، يعني ما اعلنش عن نفسه في اللياقه البدنيه. تبقى انت ما تبقى ماتش سهل وما عندكش حاجه، تبتدي انت توري الناس، يعني انت تعمل يعني توري الناس، لان المباراه بالنسبه لك كتحكيميا سهله، فانت تبتدي تعرض عن نفسك. فالحقيقه هو ما بذلش جهد كبير ان هو يوري، لان انت النهارده حكم جديد، المفروض ان انت بتعلن عن نفسك للاتحاد الافريقي بالنسبه ان انت بتطلع بعد كده تاخد مباريات ثانيه. الحقيقه هو ما عملش كده، زي ما قلت لك حته التمركز دي كانت واضحه جدا بتاعته، اللياقه البدنيه بتاعته ما استغلهاش بشكل كويس ان هو يعلن عن نفسه فيها. عنده اتاحت فرصه، بالنسبه لاتاحت فرصه عمل واحده غلط كانت لصالح النادي الاهلي، اتاحت فرصه واللاعب بياخد اللعبه لورا، اتاحت فرصه لما تيجي تتيح فرصه قدام المفروض يبقى فيها هجمه، يبقى فيها ما يفيد ان في اتاحت فرصه هتفيد في هجمه، هتفيد في ان انت توصل لهدف. ولكن للاسف لكن هو عمل اتاحت فرصه كويسه في الهدف التاسع، ان هو مشى اللعب. الهدف الكام؟ التاسع، مش التاسع ولا انا غلطت؟ التاسع صح. التاسع صح؟ ففي الهدف التاسع عمل اتاحت فرصه كويسه اسفرت عن الهدف. الكروت ادى كارت لحسين شحات مستحق للتهور لما رفع رجله، كان في كارت اللاعب نمره 17 تقريبا فريق اطلع بره كانت لعبه خطره ما ادهوش، يعني يعتبر يعني متوسط، ما ظهرليش كويس الحكم النهارده، ولا هو اعلن عن نفسه وحاول يجتهد. اتمنى له التوفيق، يعني هو اكيد يتفرج على المباراه ويشوف، واتمنى الفتره الجايه الحاجات اللي عنده خطا ده يصلحها، لان هو لسه في بدايه مشواره، وده بيبقى انطباع، ودايما الانطباع الاول هو اللي بيبقى بيدوم موجود. بيدوم طبعا. بالنسبه للمساعدين زي ما قلنا هي مباراه المساعدين، عندنا المساعد الاول ابراهيم الحملاوي. الحقيقه هو بدايه المباراه كان عنده شويه قله تركيز، يعني في الدقيقه 32 ثانيه اشار على تسلل خاطئ على النادي الاهلي، تبعها في الدقيقه 6 هدف، الهدف كان بدايه الهدف اللعبه لحسين الشحات وبعدين لصلاح محسن، كانت تسلل في اللعبه الاولى استلام حسين الشحات، حسين الشحات كان في موقف تسلل. يمكن اللعبه الثانيه كانت سليمه، بس خلاص هي اللعبه الاولى اللي استلم فيها حسين الشحات، فيعتبر الهدف دون غير صحيح. الهدف الاول، الهدف الاول 8. الهدف الاول للنادي الاهلي كان غير صحيح، وكانت اللعبه فيها تسلل ما اشارش عليها. بعد كده اشار على تسللات صحيحه في الدقيقه 13 و22 و32 و36 وعمل استمرار اللعبه. لو تتذكر كابتن اسلام لعبه لمحمود متولي، ايوه كانت لعبه صعبه شويه، ومحمود سابها له وكانت لعبه كويسه، بس يعني عايزين نقول هو كان عنده 7 العاب اجاد في 5، وكان عنده لعبتين خطا، ويعني اعتقد برضو ان هو يعني نسبه الالعاب كتير ولكن 2 خطا كتير، يعني في ماتش في ماتش يعني 2 كتير هو كان عنده 7 بس 2 ومنهم لعبه هدف، فدي يعني تعتبر يعني الى حد ما يعني مش مستوى عالي، يعني لان المفترض ان انت كمساعد متعرض ان انت يجي لك العاب كتير في المباراه. يعني كم من 10 للطاقم التحكيم؟ هنقول طب الثاني بس، يعني هنقول اجاده للمساعد الثاني قام بالغاء هدف صحيح في الدقيقه 92 دي ابرز الحالات، اما استلم اجاي كان سليم، احمد فتحي هو اللي كان متقدم. الهدف السابع كان في تميز منه لصلاح محسن ان هو باستمرار اللعب، فكان هو افضلهم يعني الحقيقه. يعني الدرجات النهارده بالنسبه للحكم يعني ياخد مثلا 8، ما عندوش يعني حاجات كتير، وزي ما قلت لك انما هو مستوى ما يعني ما اعلنش عن نفسه بصوره كبيره. المساعد الاول هنديله 8 برضو.
الحكم المساعد الثاني هو يعتبر الافضل الافضلهم في الطقم ياخد 9 يعني 9 من 10 9 من 10 يعني. تمام، نتمنى بقى ان احنا نشوفهم ان شاء الله بعد كده باذن الله في التوفيق. والتحكيم باذن الله كابتن اسلام، التحكيم كل ما نخش دور 32 يعدي، والصعوبه هتبقى في دوري المجموعات والادوار الاقصائيه، هي مشكله التحكيم الافريقي دايما، اتمنى ما تبقاش موجوده السنه دي في الادوار اللي هي بتبقى الاقصائيه والادوار النهائيه، كل ما بتخش على الصعوبه تبقى يعني. اصعب. اتمنى التوفيق للتحكيم الافريقي والتحكيم المصري باذن الله في القادم. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا للكابتن ايمن دجيش. ان شاء الله بكره هنكون مع حضراتكم في تمام الساعه 11 وحلقه هامه جدا، حلقه ينتظرها كل جمهور النادي الاهلي من برنامج سهره مع. سهره مع هكون متواجد او اتشرف بالتواجد مع حضراتكم مع واحد من نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي، وواحد من افضل واهم رؤوس الحربه اللي مروا على تاريخ النادي الاهلي، نجم الكبير كابتن عماد متعب. عماد متعب هيكون ضيفي غدا ان شاء الله في تمام الساعة 11 كالعادة، هنقعد 5 دقايق أو هنقف 5 دقايق مع حضراتكم، وبعد كده نستقبل النجم الكبير إن شاء الله عماد متعب في حلقة ينتظرها كل جمهور النادي الأهلي. هنستنى بقى بكرة حضراتكم كالعادة على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الانستجرام، حضراتكم تبعتوا كل الأسئلة اللي حضراتكم عايزين تبعتوها، وهنتظر كل أسئلة حضراتكم وهقراها بكرة على الهواء مباشرة للنجم عماد متعب. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وألف مبروك فوز النادي الأهلي بتسع أهداف مقابل شيء، وفي مباراة العودة من في دور الـ64 وبنتيجة شاملة 13-0 في المباراتين، في مباراة الذهاب ومباراة العودة، يفوز النادي الأهلي في نتيجة بمجموع نتيجة المباراتين بـ13-0. كل التوفيق للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة، وإن شاء الله إن شاء الله القادم أصعب، ولكن انتظروا إن شاء الله الإعلان الرسمي عن المدير الفني خلال الفترة القادمة. لسه هنقول لحضراتكم إمتى، وهنقول البروموز هتبقى أو كل حاجة هتتكتب على قناة النادي الأهلي أو على الموقع الرسمي للنادي الأهلي في حال إذا ما تم التعاقد خلال هذه الفترة مع المدير الفني الأجنبي. إن شاء الله يكون في أقرب فرصة، وإن شاء الله انتظروا الإعلان رسميا من خلال قناة النادي الأهلي. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وانتظرونا غدا في برنامج سهرة مع النجم عماد متعب، إن شاء الله هكون مع حضراتكم في تمام الساعة 11. أشكركم وألف مبروك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.